نبدأ تصور. سكوت 4-7 تاني مرة أكشن. هلو everybody, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد عاطف ودي قناتكم القاموس الإنجليزي. إن شاء الله دي تاني حلقة من سلسلة language notes الخاصة بصف الثالث الثانوي, وتكملة طبعا للحلقة الأولى بإذن الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مجموعة من المصطلحات المهمة جدا اللي بتلخبط معظم الطلبة, ونفسر الكلام ده بشكل يعني واضح شوية, وطبعا with examples مع الأمثلة عشان طبعا practice makes perfect. طبعا إتقان الحاجة بيعتمد على الأمثلة كتير والتكرار كتير, وده اللي احنا بنعتمده في الفيديوهات بتاعتنا. نبدأ بأول مصطلح معنا ألا هو discipline. discipline زي ما احنا شايفين كده على الشاشة, أول حاجة احنا ممكن نستخدم الكلمة دي كاسم, وفي الحالة دي هيكون معناها الالتزام أو النظام وانضباط. يعني تعالوا ناخد مع بعض example عشان نفهم المعنى اللي احنا نقصده. The school has a reputation of high standards of discipline. يعني المدرسة ليها مستويات عالية من الانضباط والالتزام. فانتوا زي ما هنا ملاحظين الكلمة discipline معناها الانضباط والالتزام. ولو أنا كمدرس عايز أقول عايز أفرض النظام والالتزام على الطلبة, ممكن أستخدم مع الاسم اللي هو discipline أفعال زي إيه؟ أفعال زي enforce, impose, instill أو maintain, وبيليها على طول الاسم اللي احنا قلنا عليه اللي هو discipline. فأقول enforce discipline أو maintain discipline أو impose discipline أو instill discipline, والأربعة معناهم يعني يفرض الانضباط أو الالتزام. طبعاً والانضباط طبعاً النقيض منه زي ما كل الطلبة اللي قدامي كده أكيد عارفين, وعايز الناس تركز معايا كده وصحصحوا كده. إحنا في ثالثة ثانوي وقدامنا ثلاث شهور للتارجت بتاعنا, المجهود السنين اللي فاتت هو في الساعة أو الساعتين أو الثلاثة بتوع الامتحان, تمام؟ طبعاً النقيض منها هو أكيد indiscipline. فانت مجرد بس ما تحط حرفين اللي هو الاي ان قبل الكلمه اداك النقيض مباشره. لو عايز اقول الانضباط الذاتي او الانضباط النفسي بقول سيلف ديسيبلين. ومجرد بس ما احط اللي هي البدايه اللي هي سيلف قبل ديسيبلين فهنا ادتنا الانضباط الذاتي او النفسي. كلمه سيلف اصلا معناها النفس او الذات, تمام كده. على الجانب الاخر ممكن استخدم نفس الكلمه اللي هي ديسيبلين كفعل, وهنا هيكون معناها يهذب أو ينظم أو يضبط, زي ما هناخد مثال مع بعض دلوقتي ونوضح إزاي نستخدمها في الجملة. Teachers must discipline students in a fatherly way. زي ما احنا شايفين هنا احنا استخدمنا discipline as a verb, وهنا الفعل هنا شباب هو فعل منتظم, واخدين بالكم؟ يعني عشان احوله للماضي بحط له الايدي, طبعا بديهيا في اي فبحط الدي مباشره. فهنا معنى المثال ان المدرس يجب ان هو يهذب الطلاب بطريقه ابويه. فالحل يا طلاب ثالثه ثانوي وكل الناس اللي بتتفرج علينا في العموم, لازم احنا نكون منضبطين في عمليه المذاكره بتاعتنا ونكون منظمين, لان ربنا سبحانه وتعالى خلينا بفطره بتحب, طبعا الدماغ بتاعتنا بتحب الشيء المنظم فيها حتى لا ينسى ويبقى في الذاكره طويله الامد. فطبعا النقطه دي مهمه جدا. You must be disciplined. You must be disciplined. حتى المثال اللي هو عباره عن نصيحه بقدمها لكل الناس اللي بتشوفنا هو ممكن نستغله برضه نستفاد منه. زي ما احنا شايفين هنا الديسيبليند ممكن استخدمها كصفه معناها منضبطين ومنظمين. حبايب قلبي تعالوا بقى نخش على الكلمه الثانيه, وهي كلمه مهمه جدا في الوحده الثانيه, وهي كلمه سايلنس. سايلنس وهنا نستخدمها كاسم بمعنى سكوت او سكون او صمت. فتعالوا كده فور اكزامبل ناخد مثال عشان نوضح المعنى. I need absolute silence when I'm working. I need absolute silence when I'm working. يعني أنا بحتاج سكون وصمت تام في حالة الشغل. فلو أنا مثلا عايز أقول دقيقتين صمت لناس أنا بشتغل معهم أو كطلبة أو أيا كان, فأقول 2 minute silence. 2 minute silence يعني سكون أو سكوت يا جماعة لمدة دقيقتين. وطبعا في مصطلح مشهور برضو اسمه سكون الليل, the silence of night.
وممكن طبعا سايلنس كاسم ممكن استخدمها مع توتال واقول مثلا السكون او السكوت التام، وفي الحالة دي ممكن استخدم حرف الجر قبلها فاقول in total silence يعني في حالة سكون تام. طبعا وفي مثل مشهور جدا معروف اللي هو السكوت من ذهب، فاقول silence is golden، silence is golden زي ما احنا شايفين كده. على نفس النمط كده ممكن في تركيبات برضو مشهورة نفس التركيبات اللي فاتت ديت، لو عايز اصلا اقول يعني يحافظ على حالة صمت ممكن اقول maintain silence، ولو عايز العكس بتاعها اللي هو يكسر حالة الصمت ممكن استخدم الفعل break، break silence. عايز الناس كده تركز معايا كده وصحصحه كده، والناس كده اللي نايم على نفسه كده يقوم يغسل وشه كده ويجي كامل معانا الدرس، عشان كده ربنا يسهل كده ونجيب درجة كويسة بإذن الله في الامتحان بتاعنا بإذن الله. أما بقى لو عايز استخدم الكلمة ديت كفعل silence بنفس السبيلينج، والفعل هنا يكون منتظم regular verbs يعني بتحط له طبعا الاي دي، ممكن نستخدمه في مثال زي اللي احنا هنشوفه دلوقتي. The teacher silenced the students with anger، يعني المدرس اسكت الطلاب بشكل من اشكال الغضب بسبب الشغب او الضوضاء اللي هم عاملينه. طبعا وفي ختام شرحنا عن المصطلح اللي هو السايلنس، انا عايز اوجه نصيحه لكل طالب، لازم تشتغل على نفسك كتير، لازم تبذل مجهود خلال الفتره الجايه ديت عشان تسكت وتخرس كل اعدائك، كل اعداء النجاح. You must achieve your goal to silence your success enemies، يعني لازم ان انت تحقق هدفك عشان تسكت كل اعداء النجاح. تعالوا بقى معايا نخش على الكلمه اللي بعد كده الا وهي influence. Influence هنا ممكن استخدمها كاسم وكفعل as a verb and as a noun، بمعنى تاثير وبمعنى يؤثر. وهنا لو هستخدمها كاسم ممكن تيجي في مثال زي ما اقول social media have a great influence on people، يعني وسائل الإعلام لها تأثير كبير على الناس. زي ما احنا ملاحظين هنا في المثال ان كلمة influence لو عايز اقول لديها تأثير على، تاخد زي ما احنا شايفين الverb have، have معناها يمتلك او لديه تأثير على. وطبعا زي ما احنا شايفين influence هنا مع حرف الجر اللي بيليها مباشرة اللي هو on يعني تأثير على، ودايما كده حرف الجر ده بيجي مع influence. وفي الحالة ديت ممكن كلمة influence as a noun هي كاسم تساوي يا شباب كلمتين مهمين جدا. وهنا عايزك بقى ايه تحاول تثري المرادفات بتاعتك وكلمات اللغة الانجليزية، يعني influence بتساوي effect وبتساوي impact زي ما احنا شايفين كده على الشاشة، effect و impact التلاتة معناهم تأثير، يعني ممكن اشيل influence واستخدم مكانها effect، a great effect، a great influence، a great impact، والتلاتة ممكن ياخد الفعل have زي ما احنا قلنا مسبقا، وممكن يجي بعديها حرف الجر يا شباب on. فعايز الناس تركز في النقطة دي مهمة جدا جدا. في نفس السياق ممكن استخدم نفس الكلمة بنفس السبيلينج في كفعل as a verb بمعنى يؤثر او يتأثر. وفي الحالة ديت let's take an example، تعال ناخد مثال عشان نفهم الفكرة كاملة. دكتور محمد الغزال is writing have influenced me so much. دكتور محمد الغزالي's writings have influenced me so much، يعني كتابات الدكتور محمد الغزالي أثرت فينا بشكل كبير. طبعا أنا ممكن أشيل influence هنا as a verb كفعل واستبدلها بحاجتين، إما impact يعني برضو يؤثر as a verb، يعني هي إذا impact ممكن تيجي فعل وممكن تيجي اسم. وتاني حاجة ممكن أستبدلها بكلمة effect affect وهي مخالفة شوية للكلمة اللي فاتت اللي هي بدأ بإيه، فاللي بدأ بإيه ديت as a noun كاسم، إنما اللي بدأ بإيه يا شباب affect كفعل. إذن إحنا هنا يعتبر ضربنا ثلاث عصافير بحجر واحد، شرحنا effect وشرحنا influence وشرحنا impact. وأخيرا النصيحة المعتادة في آخر كل ملحوظة يا شباب، دايما كده حاول تبني شخصيتك بشكل منظم وبشكل مع الزمن، لان التكرار طبعا بيتقلب لطبع، فطبعا التكرار الجيد بيبقى طبع كويس في الشخصية، فخلي بالك لازم تبني شخصية مؤثرة في المجتمع. You should be one of the most influential figures in society and others، يعني يجب ان انت تكون من الشخصيات الاكثر تأثيرا، طبعا figures هنا معناها شخصيات في المجتمع وفي الاخرين. وزي ما احنا شايفين هنا في المثال influential ديت الصفة من influence، وهي طبعا من الكلمات المهمة جدا جت قبل كده في امتحانات الجمهورية، فخلوا طبعا بالكم منها influential.
حبايب قلبي، المعلومة اللي بعد كده هي معلومة مزدوجة شوية، هنبدأ نفرق فيها ما بين award و reward. وطبعا من الأسئلة دايما اللي الطلبة بتسألني فيها يا مستر ايه الفرق ما بين award و reward. طبعا لو بدأنا بشرح كلمة award اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشة هيكون معناها جائزة رسمية. فأنا لو عايز أقول مثلا الشخص ده حصل على جائزة رسمية لتميزه في مجال التدريس، يا ترى هقولها ازاي باللغة الإنجليزية والتركيب هيكون ازاي؟ هتكون كالآتي: He received an award for excellence in teaching. He received an award for excellence in teaching. يعني هو استلم أو حصل على جائزة رسمية على مستوى الدولة أو على مستوى العالم لتميزه في مجال التدريس. وهنا بقى حباب قلبي لازم أنوه على نقطة مهمة جدا. زي ما احنا شايفين في المثال احنا اللي هو الفعل اللي جاي مع award، الفعل هنا receive يعني يستلم او يحصل على جائزة رسمية، وممكن يجي معها فعل تاني اللي هو win. يبقى عندي كده فعلين ممكن يجوا مع award: win an award يعني فاز بجائزة رسمية، وممكن receive an award يعني استلم او تلقى جائزة ايه رسمية. ولما نيجي على نقطة حرف الجر اللي جاي بعد award، يعني انا هكرم الشخص ده او هديله award جائزة رسمية مقابل ايه؟ مقابل اكيد المهنة والتخصص اللي هو شغل فيه او التميز اللي هو متميز فيه. فاقول مثلا حرف الجر اللي جاي هنا هو for، انا award for يعني جائزة رسمية في المجال الفلاني. ففور هنا حرف الجر بيجي مع award، ونذكر بعديه التخصص او المجال اللي واخد فيه الجائزة دي. وهنا في جملة شهيرة في مجال الأوسكار وتوزيع الجوائز دايما نسمعها في التكريمات والحفلات اللي على المستوى العالمي، يقولوا مثلا he أو she was nominated for the best actor award، يعني هو رشح لجائزة أفضل ممثل أو هي رشحت لجائزة أفضل ممثلة. زي ما احنا شايفين في المثال في تركيب مهم جدا اللي هو was nominated for. التركيب ده يا شباب برضو احفظوه لعل عسى مثلا ممكن يقابلك في اي مجال برضو تزود بيه حصيلة المفردات عندك، مش هتخسر حاجة. was nominated for يعني رشح ليه، وبتيجي في سياق طبعا الاوردز الجوائز والتكريمات والسياق ده. في بقى بعض الطلبة تسألني تقول مستر طيب انا لو عايز استخدم الكلمة ديت كفعل طب اعمل ايه؟ اقول لكم طبعا الكلمة ديت لما تيجي كفعل في الغالب يا شباب تيجي في المبني المجهول. فعلى سبيل المثال يعني لما اقول مثلا دكتور زويل was awarded the Nobel Prize in Chemistry، يعني الدكتور احمد زويل تم تكريمه بجائزة طبعا نوبل في مجال الكيمياء. طبعا زي ما احنا شايفين ان برضو جال الايه اللي جاي بعديها التخصص زي ما احنا قلنا قبل كده فور. تمام، ننتقل بقى على النقطة التانية كده ادينا award حقها، نخش بقى شوية على نقطة reward. طبعا كلمة reward لو انا هستخدمها as a noun كاسم شباب معناها مكافأة، والمكافأة هنا حاجة من اسمها او من معناها غير رسمية، يعني مكافأة مدرس للطلاب، مكافأة من الاب لأولاده، مكافأة من صاحب شركة لموظفين شغالين عنده. فهنا كلمة reward معناها مكافأة غير رسمية. فلو مثلا انا عامل امتحان وهكرم حد مقابل مثلا الامتحان اللي انا عامله وهديله مثلا ساعة، فاقول له ايه؟ You deserve a watch as a reward، مش هقول له as an award، يعني انا انت تستحق الساعة ديت كريورد كمكافأة لمقابل الدرجة بتاعتك في الامتحان. فاظن يعني المعنى والفرق واضح ما بينهم. ولو جينا نستخدم نفس الكلمة كفعل وفي الغالب نستخدمها برضو في شكل المجهول زي award، ممكن نستخدمها في مثال ونقول ايه: The engineer was rewarded for his magnificent design، يعني المهندس ده تم تكريمه او مكافأته مقابل التصميم بتاعه الرائع اللي هو عامله. وهنا يا شباب لازم ننصحكم النصيحة المعتادة بعد كل ايه مصطلح هنا، طبعا لما نتكلم شوية وخلينا بقى بعيدا عن الخيالات، في الواقع طبعا اللغة الإنجليزية ما احنا عارفين هي لغة أساسية في التواصل في أي عمل في أي مجال. فطبعا تعلمك للغة الإنجليزية مش بس كمنهج أنت بتدرسه عشان تجيب فيه النهاية، ولكن كلغة تواصل for communication مهم جدا ليك. فالنقطة دي هتوفر لك فيما بعد بعد ما تتخرج إن شاء الله وظيفة مجزية. Fluency in English speaking provides a rewarding job for you، يعني الفصاحة واللباقة في التحدث اللغة الإنجليزية إن شاء الله هتوفر لك وظيفة مجزية مرضية.
هنا زي ما احنا ملاحظين احنا استخدمنا reward as an adjective ولكن احنا ضفنا ليها ing. اذا يا شباب نستنتج نقطة مهمة جدا، ان reward ممكن احط لها ing وبستخدمها كصفة معناها مجزي او مرضي، زي ما شفنا كده rewarding job يعني وظيفة مجزية مرضية يعني مرتبها كويس والحالة النفسية والجو العام كويس في الوظيفة دي. اتمنى لكل واحد طبعا فيكم التوفيق، ربنا يوفقكم ان شاء الله وكل واحد يحقق الحلم بتاعه باذن الله. تعالوا بقى نعمل تحدي في دقيقتين، او خلينا تحدي في دقيقة. ازاي نقول جملة مات جدي سنة 2014 عن عمر يناهز 75 سنة؟ هديكم كده دقيقة تفكر. وقف الشاشة دقيقة وابدأ كده بالقلم بتاعك والكشكول وابدأ كده ايه اتسلى وانت قاعد كده وخليك اكتف معايا كده. يلا ابدأوا 3 2 1. طبعا المعلومة تبان قديمة شوية وسهلة بس اظن ان في بعض الناس جابت مثلا طريقتين، ممكن نادرا تلاقي بعض الناس جابت التلاتة اللي هو درسها وعرفها بكده. فتعالوا مع بعض نعرف ازاي نقول الجملة دي. اول طريقة يا شباب ممكن اقول my grandfather died in 2014 when he was 75. دي اول طريقة زي ما احنا شايفين، يعني جدي مات في عام 2014 when he was 75، وهنا نحط underline تحت الجملة دي. الطريقة الثانية my grandfather died in 2014 aged 75. زي ما احنا شايفين كده في الجملة يعني جدي برضو نفس المعنى، ولكن احنا لاحظنا هنا احنا استبدلنا when he was وزائد السن استبدلناها ب aged aged، خلي بالك وليست aging، تخلي بالك جدا. الطريقة اللي بعد كده ممكن اقول my grandfather died in 2014 at the age of 75. يعني جدي نفس المعنى اللي موجود في الجملة اللي قبليها وموجود في الجملة اللي قبليها. ف at the age of معناها شباب في عمر او في سن، واوعى تتلخبط ما بين at the age of و in the age of اللي هي موجودة على الشاشة قدامك، لان at the age of معناها في عمر او في سن وبيجي بعدها العمر، انما in the age of يعني في عصر او في حقبة كذا وبيجي بعدها اسم العصر اللي موجود. خلصنا من التحدي، تعالوا بقى نخش على الملحوظة اللي بعد كده، وهي ملحوظة مهمة جدا تخلي بالكم منها، هي كلمة responsibility. responsibility يعني بالعربي كده مسؤولية. فلو عايز اقول كل واحد فينا لازم يتحمل المسؤولية بتاعته وينجز مهمته او ينجز وظيفته، فهقولها ازاي يا ترى باللغة الانجليزية؟ It's time for everyone to take responsibility and get the job done. يعني كل واحد لازم يتحمل مسؤولية وينجز مهامه. وحبايبي الطلاب اللي قاعدين بيسمعوني زي ما احنا شايفين كده في المثال، ان responsibility as a noun كاسم ممكن تاخد الفعل take responsibility يتحمل مسؤولية، وممكن يجي برضو معاها الفعل have يعني لديه المسؤولية او برضو يعني عنده مسؤولية بخصوص شيء معين. وزي ما احنا ملاحظين هنا ان responsibility ممكن يجي مع حرف الجر ايه؟ صح for. لو عايز اقول ان وزارة التربية والتعليم لازم تتحمل مسؤوليتها فيما يخص المناهج التعليمية، فهقولها ازاي يا ترى؟ قول the ministry of education must have responsibility for curriculum. زي ما احنا شايفين كده have responsibility for، حرف الجر هنا ايه؟ for. وزي ما احنا قلنا مسبقا ان الفعل الموجود هنا يا شباب have. وفي مصطلح برضو مشهور من ضمن المصطلحات، لو عايز اقول الحاجة دي على مسؤوليتي فاقول on my own responsibility. يعني هنا بستخدم برضو حرف الجر ايه؟ on، عشان لو جات لي برضو completion في الامتحان ابقى عارف النقطة دي كويس. طبعا وعكس كلمة responsibility بحط لها IR فتبقى irresponsibility يعني عدم المسؤولية. لما نيجي بقى نتعامل مع الكلمة دي كصفة يا شباب بنستخدمها زي ما احنا شايفين كده على الشاشة responsible يعني مسؤول، وفي الغالب بيجي معاها حرف الجر زي ما احنا قلنا فوق برضو كاسم وكصفة برضو for. وطبعا ممكن نجيب من الصفة اللي هي responsible العكس بتاعها اللي هو irresponsible يعني غير مسؤول. For example لما ناخد مثال على responsible as an adjective كصفة، فممكن نقول both parents
are responsible for raising their children. يعني الوالدين مسؤولين مسؤولية تامة على تربية أطفالهم. زي ما احنا شايفين هنا responsible for. والنصيحة المعتادة انت كطالب او انت كطالبة في المرحلة الثانوية مسؤول او انت مسؤولة مسؤولية كاملة طبعا عن تصرفاتك وعن مصيرك وعن نجاحك في المرحلة القادمة ديت. You are the only one who is responsible for his or her success. في الجزء الاخير بقى من الحلقة بتاعتنا الحمد لله يعني انجزنا اهم النقاط المهمة فيما يخص الوحدة الثانية لمنهج الصف الثالث الثانوي فيما يخص language notes الملاحظات اللغوية. هنختم بشوية حاجات مهمة جدا شوية مصطلحات يعني اتمنى من الناس تركز فيها اوعى تتلخبط في الفروقات ما بينها عشان لو جات في الامتحان اكون اوير كفاية وعي كفاية يعني انني احل الاجابة صحيحة وانا واثق في نفسي 100%. لازم تفرق ما بين المصطلح اللي هو political science اللي احنا شايفينه political science ممكن انطقه political science والمصطلح الثاني science fiction والمصطلح اللي بعد كده scientific research. اول مصطلح فوق اللي هو political science اللي هو علم السياسة علم السياسة وزي ما احنا شايفين political هنا adjective وscience هنا الاسم. تاني حاجة المصطلح التاني اللي هو science fiction وهنا معناها الخيال العلمي مش بقول scientific fiction لا science يا شباب fiction science هنا الاسم بستخدمه وfiction معناها خيال. تالت مصطلح معناها هو scientific research يعني البحث العلمي وscientific هنا هي صفة من science فتخلي بالنا من الثلاث حاجات دول. النقطة اللي جاية بعد كده هي هديك جملتين فيهم كلمة عايز ترجمتها في الجملتين تمام. الجملة الأولى I don't want to spoil your fun but it's time to go home. دي الجملة الأولى ركزولي على الفعل spoil. الجملة الثانية هي Hani spoils his children with expensive toys. تعالوا واحدة واحدة ونناقش المعنى في الجملة الأولانية زي ما احنا شايفين والمعنى في الجملة الثانية. بصوا كده على الجملة الأولانية كلمة spoil يا ترى معناها ايه؟ المعنى زي ما احنا ملاحظين معناه يفسد يعني انا هو افسد الوقت بتاعك لما اقول لك حان الوقت للذهاب الى المنزل ولكن انت بتعمل حاجة كويسة ووالدك او اخوك كبير قال لك خلاص يلا بينا عشان ايه يمشي كفاية لغاية لعند كده. ففي النقطة ديت كلمة spoil هنا معناها يفسد القعدة يفسد الليلة هنا هيغير من طبعا من السعادة للحزن ومن الجيد للسيء فده المعنى بتاع spoil وده المعنى الاولاني وديت فعل مهم جدا في الوحدة التانية. الجملة التانية زي ما احنا شايفين هنا spoil هنا معناه يدلل او يدلع او يفسد طريقة تربية معينة ولي الامر بيتبعها في تربية ابنه فهنا هاني بيفسد تربية ابنه عن طريق انه بيشتري له اي حاجة يطلبها حتى لو العاب غالية ملهاش لازمة بيشتريها. هنا كلمة spoil معناها يدلل او يدلع خلي بالكم النقطتين دولي جدا. وفي النهاية حبايبي don't let success enemies spoil your present and your future. Don't let success enemies spoil your present and your future. ما تخليش اعداء النجاح اللي حواليك اللي دايما كده عايزينك تبقى محبط ويقول لك طبعا مش هتوصل للهدف بتاعك وده النظام يعني فيه لخبطة كتير وفيه 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 ويجيب لك طبعا مشاكل كتير ده كله هيخليك طبعا محبط. اوعى اوعى تخلي اعداء النجاح دولي spoil your present يفسدوا عليك الحاضر بتاعك and the future والمستقبل بتاعك. وطبعا هنزل لحضراتكم في الديسكريبشن تحت بي دي اف خاص باهم الاسئله اللي جايه في دليل التقويم وبرضه بعض اسئله المنصه التعليميه في ملف بي دي اف هتلاقيه في الديسكريبشن تحمله وتبدا تحله لو في اي حاجه وقفت معاك يا ريت تبلغني واكون طبعا سعيد جدا انا اساعدك. وهنا بقى ده حسن الختام see you always hard working and happy سلام.